متابعينا متابعي طقس عرب في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومحبه. انا صارت معكم اخر توقعات الحاله الجويه اليوميه خلال الفتره القادمه. سادت خلال الليله الماضيه اجواء غير مستقره في المنطقه الجنوبيه ومدينه العقبه، يعود ذلك الى تاثير احوال جويه غير مستقره اثرت على تلك المناطق. كما نلاحظ معكم السحب الرعديه التي اثرت الليله الماضيه في هذه المناطق وتحركت بعيدا نحو شمال الاراضي السعوديه، حيث تؤثر حاله قويه من عدم الاستقرار الجوي في العراق والسعوديه وسائر الخليج العربي خلال اليومين القادمين. في حين نلاحظ سماء المملكة وشرق البحر المتوسط خالية من وجود السحب الممطرة، في حين تتناثر بعض السحب الممطرة فوق السواحل السورية واللبنانية والمرتفعات في تلك المناطق. إلى ذلك تسود أجواء مستقرة ومستقرة نسبيا يومي السبت والأحد مقارنة بالأيام الماضية ومقارنة بالفترة اللاحقة. هنالك ارتفاع قليل وطفيف على درجات حرارة بحيث تصبح حول معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام. مع ساعات عصر الأحد هنالك فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في أقصى المنطقة الشمالية. يوم الاثنين والثلاثاء هنالك عودة لفعالية جوية جديدة. هذه الفعالية الجوية الجديدة هي ما بين ضعيفة إلى متوسطة شدة، تنتج بفعل وجود لمنخفض جوي يتمركز فوق الأراضي التركية يوم الثلاثاء يؤثر المملكة، في حين تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الاثنين في مقدمة لهذا المنخفض الجوي. نلاحظ معكم الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيا بغيوم على ارتفاعات مختلفة، الصغرى في العاصمة عمان 8 درجات مئوية مع فرصة متاحة لتشكل الضباب في مناطق السهول الشرقية. نتحدث معكم عن طقس الأيام القادمة، هنالك ارتفاع طفيف وقليل كما تحدثنا على الحارة يوم غدا الأحد مع أجواء غائمة جزئيا بسحب متوسطة وعالية. هنالك فرصة لتشكل الضباب خلال ليالي الأيام القادمة خاصة ليلة الأحد على الاثنين وليلة الثلاثاء على الأربعاء. يوم الاثنين تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي في مقدمة لهذا المنخفض الجوي الذي سيتمركز إلى الداخل من الأراضي التركية. تتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في المنطقة الشمالية والوسطى، كذلك الحال جنوب وشرق المملكة. يوم الثلاثاء يزداد تأثر المملكة بامتداد لهذا المنخفض البعيد عن المملكة، لذا تتهيأ الفرصة من جديد لهطول زخات متفرقة من المطر بالأخص في شمال وسط المملكة ولاحقا المنطقة الشرقية. كما نلاحظ هنالك انخفاض قليل على الحارة وتوقعات بنشاط على سرعة الرياح الغربية. كان معكم دكتور أيمن صوالح من كادر التنبؤات الجوية في طقس العرب، والمزيد من التفاصيل قوموا بتحميل تطبيق طقس العرب على الهواتف الذكية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.